أماني الحكيم ممثلة سورية ولدت عام 1972، والدها هو الممثل والمخرج مظهر الحكيم. تزوجت سابقا من رجل الأعمال علي العودي، مثلت في عدة مسلسلات سورية أشهرها الفوارس والمحكوم، وأدت أماني صوت شريفة في مسلسل التركي نور. ومن أهم ما يميزها براعتها في كافة الأدوار التي لعبتها، ولها حضور مميز عند الجمهور العربي.